تعمل بالمعالجات المحاسبية أو القيود المحاسبية، وشلون طريقة إثباتها في ظل أي طريقة من الطرق الثلاثة اللي هي نفس عملية الإثبات، وفي ظل نظامي الجرد الدوري والجرد المستمر. فكما موضحة أنه لنفس المثال منطينا هي المعلومات واضحة، نبدي بهذه المعلومات عن طريق أنه نسجل قيودها. طبعا القيد الأول أو التاريخ الأول مثل ما ذكرنا في 1/1، أي رصيد في 1/1 لا يسجل به قيد، سواء كان بنظام الجرد الدوري أو نظام الجرد المستمر. ما نسجل به قيد لأن سبق أن تم تسجيل له قيود سابقة للسنة السابقة، لأن أي رصيد يبدي ب1/1 هو رصيد جاي من السنة السابقة في 31/12 أي آخر المدة. بالنسبة للتاريخ الثاني اللي هو 7/1، عندنا عملية شراء. راح ناخذ طبعا الطريقة الأولى اللي هي طريقة فايفو، نسجل القيود في ظل الطريقة الأولى اللي هي طريقة فايفو، وهي نفس الحالة بالنسبة لبقية الطرق سواء كانت طريقة لايفو أو طريقة المعدل الموزون، مع اختلافات بسيطة بمبالغ التكاليف اللي هي كلفة المبيعات. فنبدي بتاريخ الأول اللي هو 7/1، احنا عندنا عملية شراء. هذه عملية الشراء بيش اشترينا البضاعة، يا اما اسجلها بقيد واحد او انه افصلها مثل ما ذاكرها بالسؤال، لان عندنا مصاريف نقل. نقدر نسجلها بقيد واحد اللي هو 4500 يصير من حساب المشتريات الى حساب الصندوق اذا كان عندنا نظام الجرد الدوري. وفي نظام الجرد المستمر يكون نفس المبلغ، لكن القيد اختلاف، بدل ما نقول مشتريات نسميها مخزن البضاعة. ومثل ما قلت لكم طلاب، الحالات والقيود المحاسبية هي حفظ حتى نقدر نحل السؤال، أو أنه نجزئ المصاريف بقيد وكلفة الشراء بقيد آخر، هذا يكون راجع لكم. ننتقل للتاريخ اللي بعده اللي هو 15/2. ب15/2 عندنا عملية بيع. عندنا حالتين للبيع، يا أما البيع أنه نسجله بسعر البيع، هاي في نظام الجرد المستمر، والحالة الثانية أنه نسجله بالكلفة. نبدي لما نسجله بالبيع أي بسعر البيع. بالمثال في بداية المثال ما انطيت سعر للبيع، لما نسجل قيود محاسبية لكم لازم أكو سعر لبيع الوحدات المباعة، سعر البيع وليس تكاليفه، أكو فرق بين الكلفة وبين سعر البيع. السعر البيع موجود بهذا الفيديو، أنه كتبت سعر بيع للوحدات المباعة. فعندنا بالنسبة لي بعنا عدد الوحدات المباعة بتاريخ 15/2 اللي هي 250 وحدة، نضربها بسعر البيع واللي هو 12 دينار للوحدة الواحدة. فراح نضرب 250 في 12 يطلع لنا 3000، هذا نسميه سعر بيع. نسجل قيد بيع طبيعي، شلون بعنا البضاعة راح يكون قيد البيع من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات، إذن قيد واحد في ظل نظام الجرد الدوري. بينما بالجرد المستمر راح نسجل مثل ما قلنا قيدين، القيد الأول بسعر البيع والقيد الثاني بالكلفة. سعر البيع هو نفسه مثل ما سجلناه بالدوري راح نسجله بالمستمر، لكن ننتقل إلى الكلفة. قيد الكلفة، شلون نسجل قيد البيع بالكلفة؟ يكون من حساب كلفة البضاعة المباعة إلى حساب مخزون البضاعة. هنا مسجلين قيمة 2000، هاي الـ2000 منين نجيبها؟ نجيبها من البطاقة المخزنية بحقل الصادر لعبارة 250 وحدة، ايش قد كانت كلفتها الإجمالية؟ كانت 2000، فلهذا سجلناها 2000. وطبعا هاي في ظل طريقة فايفو، واكو اختلاف بسيط ايضا في طريقة لايفو حسب ما موجود بالبطاقة المخزنية كلفة البضاعة المباعة. التاريخ اللي بعده اللي هو 15/3 عندنا عملية بيع، قصدي عملية شراء، وأي قيد شراء من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق. وطبعا نضرب عدد الوحدات في سعر الوحدة الواحدة حتى نطلع كلفة الشراء، واللي هي كانت 6000 من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق بالجرد الدوري، وبالجرد المستمر من حساب مخزون البضاعة إلى حساب الصندوق. التاريخ اللي بعده اللي هو 18/3 أيضا عندنا عملية بيع. بالجرد الدوري لازم يسجل بسعر البيع، احنا سعر البيع عندنا للوحدة الواحدة كان 12 دينار، فنضرب عدد الوحدات اللي راح نبيعها او المباعة في سعر بيع الوحدة الواحدة، فألف في 12 12000، والقيد طبيعي لما بعنا بضاعة من حساب الصندوق الى حساب المبيعات.
بالنسبة لي الجرد المستمر قلنا نسجل قيدين، القيد الأول سعر البيع نفس الحالة من 12 ألف من حساب الصندوق، 12 ألف إلى حساب المبيعات. القيد الآخر راح يكون بالكلفة، وهاي الكلفة كان 8250 من حساب كلفة البضاعة المباعة إلى حساب مخزون البضاعة أو نسميه مخزن البضاعة. هذا المبلغ منين نجيبه؟ مثل ما قلنا، أو هاي الكلفة منين نجيبها؟ من البطاقة المخزنية اللي هو بحقل الصادر لهذا التاريخ اللي هو تاريخ 18/3. التاريخ اللي بعده اللي هو 16/4 عندنا أيضا مشتريات، وما عندنا مشكلة بالمشتريات، من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق إذا كان عندنا نظام جرد دوري، وإذا كان عندنا نظام جرد مستمر راح يكون من حساب مخزن البضاعة أو مخزون البضاعة إلى حساب الصندوق، وكلفة الشراء هي ضرب عدد الوحدات المشترات في سعر أو كلفة الوحدة الواحدة واللي هي كانت 3300. التاريخ الأخير اللي هو 20/5 عندنا عملية بيع، باعوا 800 وحدة، سعر البيع كان 14 دينار للوحدة، فراح نضرب 800 في 14 يطلع لنا 11200 من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات، هذا في الجرد الدوري فقط قيد واحد بسعر البيع. لما يكون عندنا النظام الآخر اللي هو نظام الجرد المستمر قلنا نسجل قيدين، القيد الأول نسميه سعر البيع واللي هو نفس المبلغ 11200 من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات 11200، والقيد الثاني بسعر قصدي بالكلفة، هاي الكلفة نجيبها من البطاقة المخزنية لأي طريقة احنا دا نسجل قيود إلها. فإذا كان عندنا طريقة فايفو من البطاقة المخزنية اللي موجودة بطريقة فايفو مثل ما هسه نوضحها، واللي هي كانت لهذا التاريخ 20/5 كلفة البضاعة كان 7750 من حساب كلفة البضاعة المباعة إلى حساب مخزون البضاعة. بعد ما كملنا التواريخ اللي مذكورة بالسؤال ننتقل إلى آخر شيء اللي هو مخزون آخر الفترة واللي نسميه 31/12، راح نسجل به قيد من حساب مخزون آخر الفترة أو نسميها بضاعة آخر الفترة إلى حساب المتاجرة، والمبلغ 3800. وهذا المبلغ أو هذه الكلفة من نجيبها؟ أيضا من البطاقة المخزنية اللي هي آخر تاريخ نزل بي المخزون، وناخذ كلفة عدد الوحدات اللي كانت كلفتها 3800. أما بالنسبة لي جرد، ها طبعا كليته بالجرد، هذا بالجرد الدوري. أما بالجرد المستمر مثل ما تم توضيحه سابقا بالملاحظات أنه لا يسجل قيد لتكلفة مخزون آخر الفترة. لهنا تنتهي هذه المحاضرة عن المعالجة المحاسبية، ومثل ما قلت لكم بقية الطرق نفس الحالة لكن اختلافات بسيطة من ناحية تكاليف.